لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أنت وأنا أيضا بأحداثها وبكل تفاصيلها، خصوصا وأن كل الظروف اليوم متوفرة هنا في مدينة بركان لمتابعة قمة كروية جميلة، أرضية ملعب أكثر من ممتازة، أجواء رائعة أيضا وطقس جميل هنا في مدينة بركان، وتنظيم احترافي خارج الملعب وداخل ودفاعي. يتفوق نادي نهضة بركان الذي لم تستقبل شباكه إلى 20 هدف، بينما نادي شباب سوالم الرياضي استقبل شباكه 22. على مستوى خط الدفاع يوسف دايو يدخل نادي نهضة بركان نادي المواجهة بعد أن حقق التأهل لدور الربع القسم الأول وعاد لأرض الوطن بعد تجربة احترافية ناجحة. نادي شباب سوالم الرياضي العرضية البحث عن موهوب، لكن التغطية الدفاعية سوالم الرياضي فرصة لأبناء مدينة حد السوالم البحث عن جبريل، الكرة بعيدة كل البغى، التقدم في منطقة الجزاء، ما زالت الفرصة، التسديد، التصويب بشكل ممتاز في اللقطة الماضية، لكن التسديدة كانت تحتاج للدقة. هنا الخبر السعيد والخبر السار لعشاق نادي نهضة بركان، الدفاع يتدخل، ما زالت الفرصة متواصلة. وداد فاس بالإضافة لنادي اتحاد أيت ملول، اتحاد أيت ملول، هنا كانت فرصة وكانت محاولة لنادي نهضة عن المساوي، الكرة وصلت لحمزة، العرضية من المساوي، المتابعة، إبعاد الكرة للتماس في وسط الملعب. رضا حجي البحث في اللقطة الماضية عن فرحان، تقديم التعليمات لعناصر الفريق. هنا فرصة لشباب السوالم الرياضي، التسديد، جول 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 جول، المهدي موهوب ينجح في التسجيل وينجح في الوصول لمرمى الحارس حمزة حمياني في الدقيقة 22. نهضة بركان حمزة المساوي، العرضية وصلت بأمان ووصلت بسلام لحارس المرمى هشام العلوش، حارس مرمى شباب السوالم الرياضي. وصلت الكرة من جديد لدحدوح، ما زالت الفرصة متواصلة لعناصر نادي شباب السوالم الرياضي لتعود الكرة من جديد لنادي نهضة بركان، فرصة بفرصة ومحاولة بمحاولة، يا ترى من سيتمكن سوالم الرياضي إمكانية التسديد، ما زالت الفرصة، التسديد، يسدد بقوة خالد في الفرصة شباب سوالم الرياضي، وصلت للمهدي، المهدي سقط، المهدي سقط بعد تدخل من مدافع عناصر نادي شباب سوالم الرياضي، يبحث عن التسديد لكن الكرة تفتك، الحكم يعلن عن خطأ، خطأ لفائدة ولمصلحة نادي شباب سوالم الرياضي في التنفيذ. هنا التسديد، الكرة تصطدم من جديد، التسديد كان من أمين في اللقطة الماضية، والتصدي من مستويات رائعة وممتازة. هنا فرصة، فرصة لنادي نهضة بركان، مرت بسلام على مرمى الحارس هشام العلوش، جبريل وطرا، عندما فاز على نادي حسنية أكادير بهدف مقابل لا شيء. المقدمة لعناصر نادي شباب السوالم الرياضي، تمرير في منطقة الجزاء لكن الكرة بعيدة كل البعد، فرصة، إمكانية التسديد، ما زالت الفرصة متواصلة، متواصل جبريل، التمرير لامين، يسدد لامين لكن بدون تركيز عناصر نادي شباب سوالم الرياضي، التسديد مرة أخرى، حمزة حمياني يرفض ويواصل التألق، وطرا يبحث عن المراوغة، جبريل وصلت بين يدي حارس المرمى هشام العلوش بسرعة، مراوغة، إمكانية التسديد وإمكانية التصويب بشكل ممتاز، نادي شباب السوالم الرياضي بشكل 16. هنا فرصة الركنية من بكر الهلالي، المتابعة وصلت لهشام العلوش،
آخر فوز حققه نادي شباب الأركانية. العرضية قادمة، البحث عن الشرقي، اصطدمت الكرة بالقائم، اصطدمت الضربة الرأسية من الشرقي البحري بالقائم. الرياضي محاولة دائما لأبناء مدينة حدس، ولم يسدد أشرف غريب بالقدم اليمنى باحثا عن مغالطة الحارس حمزة حمياني. حصل اللاعب سامبو على 3 بطاقات صفراء آخرها في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ومن ثم سيغيب عن مباراة ذهاب دور الثمانية. وضع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الوداد خطة تعويض نجمه الهداف سامبو جونيور، وقد قرر تجهيز المهاجم المغربي حميد أحداد لاعب الرجاء والزمالك السابق ليعتمد عليه مكان سامبو، وقد يستعين به بداية من لقاء الديربي المقبل في الدوري ضد الرجاء. ومن المنتظر أن يتعرف الوداد على منافسه في الدوري ربع النهائي أبطال إفريقيا خلال القرعة التي ستجرى يوم الأربعاء المقبل.